كي دوزتوا المشاعر في مينان كانت شي مسؤولين مغاربه جاوا عندكم؟ ما جاوا عندنا لا مغاربه ولا سعوديين. شي تيويات عندك عمي الحاج؟ عندي تيوات، عندي القلبه، انا تتمشى غير بالتيو، داير لي القلبه المنبوله اللي عندك دابا. ايه عندي دابا داوية ثلاثة العملية، ثمان الحوش والرابعة نجحت، مقبولية تحت البور. نقدر نشوف عم الحاج؟ اي شوف عافاك. اي شوف هاي، هذا عم الحاج، هذا عم الحاج هو بالتيويات. فكيف يعقل لطاقم طبي انه يسني بان هذا السيد هذا يقدر يدي المراسيم؟ هانت وعمي الحاج، ها هو عمي الحاج هانت بالتيويات ديالو. بالتيويات ها القلب. عمي الحاج تيشهد اليوم بانه جاء في وسط الموتى في غياب تام المسؤولين المغاربه اللي قدروا يديوا المساعده لهذا السيد، واننا نحن طاقم شوف تي في هو اللي حاولنا باش نوقفوا امبيلونس ديال الموتى هي فاش جا هذا السيد وجي تركبوا مع الموتى حتى وصل هنا. شكرا عمي الحاج. تفضل استاذ. السلام عليكم، انا فلاح غانم بوعزام من عين اللح، عملة تفران. الله يجازيكم بخير. من نهار جينا ملي نزلنا في الطاكسي، ملي نزلنا في الطيارة وحنا راه غير في تمارة في لوطيل في المدينة 8 في البيت ديال 5 متر على 5. هنا عاوتاني كذلك وكيقولوا لنا 5 طوال، هي ماشي حتى 2 طوال ديال المغرب. زيرو زيرو كانت المسؤولية ديالي في عرفة، راه كنا غير في النوايل، ما كناش شي بلاصه مزيانه، ما كاين لا كليماتيزور لا والو في عرفه، ما كاين لا ما لا 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 ثلج لا والو. عاوتاني جينا فلوسنا، انا جيت فلوسي من عرفه لمزدلفه، عاوتاني في مزدلفه جيت فلوسي لمينن، من مين عاوتاني اليوم لا جيت معمول الموتور ب 150 ريال سعوديه. موتور في الموتور جيت انا بالموتور، جابني السيد بالموتور. عمي الحاج راه مازال بالحرام ديالو، رغم ان عباد الله راه حيدوا الحرام هذه ثلاث ايام، ولكن نظرا للغياب ديال المسؤولين اللي غادي ياثروا الحاج عندي تاخير، عندي تاخير.